السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اليوم نشرح الصفحة 9 لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. حلوا تمارين صفحة 9 في الأنشطة، كتاب الأنشطة اللغوية. عنا تمرين أعد كتابة هذه الجمل في الزمن الماضي. تنزل الطائرة ثم تحط على المدرج، سترجع. نزلت الطائرة ثم حطت على المدرج. نحولو غي تنزيلو وتحطو، تنزيلو ترجع نزلت وتحطو حطت. يمارس مالك الرياضة ويتبع حمية. مارس يمارس يرجع مارس مالك الرياضة واتبع حمية. يفحص الطبيب المريض ثم يكتب له الوصفة، ترجع. فحص الطبيب المريض ثم كتب له الوصفة. التجار يبيعون البضائع، ترجع. التجار باعوا البضائع. وعبر عن اكتب جملة تعبر عن الصورة مستعملا فعلا ماضيا. شنديرو هنا؟ غادرت الطائرة المطار. اشرقت الشمس، طلع الفجر. وهنايا وقادرين تقولوا حان موعد الفجر. وضعت الام الملابس في الثلاجة، او اخرجت الام الملابس من الثلاجة. هنا قال لك اكمل، اختر التاء الصحيحة مما بين قوسين واكتبها. ساء. هنا نديرو ساءت تاء مفتوحة. ساءت حالة تاء مربوطة. فصهيرة تاء مفتوحة. تابعت تاء مفتوحة. الصحية تاء مربوطة. راقبة تاء مفتوحة. التحاليل الطبية بصفة منتظمة تاء مربوطة. هنا اكمل بوضع تاء او تاء مفتوحة او مغلوقة. عمل تاء مفتوحة. الملكة تاء مربوطة. بخيانة تاء مربوطة. فأيقنت تاء مفتوحة. النجاة تاء مربوطة. فات تاء مربوطة. اجتمعت تاء مفتوحة. مرات تاء مربوطة. تسللت تاء مفتوحة. العاصمة تاء مربوطة. امتطت تاء مفتوحة. ناقة تاء مربوطة. واتجهت تاء مفتوحة. نحو بلدة تاء مربوطة. أملة تاء مربوطة. هذه حلول تمارين الكتاب المدرسي، كتاب الأنشطة اللغوية لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. إن شاء الله تكونوا فهمتوا موضوع تاع اليوم. هذا هو الموضوع تاع تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي لتعلم ابتدائي. نشكر مشاهدينا أطفال الكرام، تكونوا فهمتوا إن شاء الله تكونوا فهمتوا. مادا بكم الدعم وقناتي ليس لكم الجميع. ديرولنا لايك وجيم على الفيديو، سبسكرايب، ابوني، رن الجرس ليصلكم كل جديد. اطفال اللي عندي فهمتوا الدرس اليوم؟ نعم. شو تقول مشاهدينا الكرام؟ نتمنى لكم النجاح. نتمنى لكم النجاح وان شاء الله تنجحوا في التمارين تاع السنة الرابعة ابتدائي. السنة الرابعة ابتدائي. تنجحوا في المستوى الدراسي وتنجحوا في المستويات. ان شاء الله تطلعوا بالمستوى معدل معدل. مع السلامة. مع السلامة. في المرة القادمة ان شاء الله. في المرة لا